كل حال تأتي هذه الوقفة في إطار الاستجابة للقرار المكتب الوطني للجامعة الوطنية قطاع العدل المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي قرر في آخر اجتماع له يعني تنظيم الوقفات الاحتجاجية الإنذارية أمام جميع محاكم المملكة. ووقفتنا اليوم في محكمة الاستئناف بالقنيطرة هو تنفيذ لهذا القرار ديال المكتب الوطني. وبطبيعة الحال هذه الوقفات اللي أعلنتها الجامعة الوطنية قطاع العدل تأتي للدفاع عن مطالب موظفي قطاع العدل التي أصبحت اليوم في مهب الريح. والمطالب نذكر من بينها نبدأ يعني العدد الهزيل لمناصب الإدماج ديال الموظفي كتابة الضبط الحاملين للشهادات، وهذا فيه نص واضح من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، ولكن لحد الآن الوزارة بغات دير مناصب قليلة جدا رغم أنها ألغت المباراة المهنية في سنة 2020. وأيضا المهندسين، ملف المهندسين لا زال يراوح مكانه رغم أن المهندسين اليوم ينفذون خطوات نضالية منذ مدة، وآخرها إضراب يعني في الشهر الماضي، واليوم أيضا ينفذون إضرابا وطنيا وإضراب ثالث سيكون في الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام دون أن تحرك وزارة العدل يعني ساكنا، رغم أن ما يدعون إليه هو حق مشروع واعترفت به الوزارة، بل الوزراء السابقون كلهم اعترفوا بحقهم في هذا الحق في إطار الحساب الخاص. ولكن مع كامل الأسف لحد الآن الوزير لم يستجب لمطلب المهندسين، ولذلك نحن ندعم نضالهم إلى أن يتحقق مطلبهم إن شاء الله تعالى. بالإضافة إلى حد في السلم الخامس، السلم الخامس من القطاعات، بل القطاع الوحيد اليوم الذي بقي في السلم الخامس هو قطاع العدل. ولذلك ما زلنا نؤكد على أن الوزارة يجب أن تحذف السلم الخامس باعتبار أسوة بالقطاعات الأخرى. وهناك أيضا التزام من الوزارة برفع تعويضات الحساب الخاص بالنسبة لسلالم أو السلالم الصغرى، وهو ما لم يعني تحركه أيضا وزارة العدل لحد الآن. أنا كنمثل الجامعة الوطنية لقطاع العدل. اليوم هو يوم تميز لأن كما كتشوفوا من الخلف ديالي كاين واحد الوقفة، هي وقفة وطنية جميع محاكم المملكة كنطالبوا مجموعة من المطالب اللي كتضمها الجامعة اللي كتهم جميع الفئات الخاصة بهيئة كتابة الضبط، من محاسبين في الصنادق والأخطار اللي كيتعرضوا لها، من القانون ديال الحساب الخاص اللي ما تعطاش للمهندسين، منها حد في السلم 5، منها مجموعة من الترقيات والتعويضات اللي وعدتنا بها الوزارة، وباقي في حد الآن كاتب الضبط كينتظر، كاين تماطن من الوزارة ما فتحش لنا الحوار، وهذا هو اللي خلانا نضغطوا اليوم بشكل وقفة كتضم جميع محاكم المملكة. وشكرا لكم. يأتي هذا اليوم هذه الوقفة هذه الصبيحة استجابة لنداء المكتب الوطني للجامعة الوطنية قطاع العدل على مستوى الدعوة على مستوى الربع المملكة بإقامة وقفات احتجاجية للوضع المتأزم اللي كتعرفوا قطاع العدل على مستوى وزارة العدل. وكيتجلى في مجموعة نقاط اللي كتبدا زيادة المناصب المالية، إدماج حامل الشواهد، دونك إشكال إدماج حامل الشواهد، المهندسين، عدم انتظام دورية جلسة الحوار، تنظيم قضائي، المطالبة بإخراج تنظيم قضائي منصف، أيضا زيادة تعويضات الحساب الخاص. هذه النقطة كنا وصلنا فيها مع الوزارة للنقاط عملية ومشروع مرسوم، فإذا به كيتحط في الأرشيف. تأهيل المديرية الفرعية، إدماج الشطر الثالث من المتصرفين، الاستجابة الفورية لطلبات الالتحاق بالأزواج للناس ديال الجنوب، إنشاء مدرسة وطنية، إخراج تنظيم الهيكلي للوزارة، إعادة الاعتبار للمديريات الفرعية، إعادة الاعتبار للمديريات المركزية، تأمين محاسب الصناديق. هذه النقطة ديال الصناديق مشكل متفشي في المغرب، نتمنى أن تكون هذه الوقفة والوقفات على مستوى المغرب تجد أداة ساغية لدى السيد الوزير والوزارة واستجابة لها بشكل فوري. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب.
أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.